بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام، تتواصل التحديات وتتواصل الانطلاقات، وانطلاقة شوطنا الثامن للقعدان الاجذاع، ومن مسافة 6 كيلومترات هنا تنطلق هذه الاسماء وتندفع هذه الشعارات لتزين ارضية هذا الميدان. نتقدم مباشرة مع البداية ومع المركز الاول، هنا محلل مع المركز الاول هجن الشحانية سالم بن فاران المري، من يتقدم مع المركز الاول. ثاني المراكز وثاني التحديات معاند مع المركز الثاني بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني محمد بن مبارك بن سعيد المري، من يتقدم مع ثاني التحديات. المركز الثالث وصل السدري مع ثالث المراكز ايضا بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني حمد بن طالب بن عمارة، يتقدم مع السدري على ثالث المراكز. المركز الرابع هنا اسناد مع رابع التحديات هجن ام الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني المرعب الصغير، يتقدم مع اسناد على رابع المراكز. المركز الخامس المرجان مع خامس المراكز هجن ام الزبار فاران بن محمد بن قريع المري، من يقدم لنا مرجال المرجان على خامس التحديات. وايضا ارى التدخل والتسلل من قبل جهجاه ايضا، يتقدم بشعار هجن الشحانية محمد بن خالد العطية المشاغب في التضمير، من يتقدم في هذه اللحظات مع جهجاه على خامس التحديات. هكذا كانت النتيجة متابعينا الكرام، مشاهدينا في كل مكان، للخمسة المراكز المتقدمة والمنطلقة هنا. نعود مع البداية، نعود مع هذا المسار وهذا الانطلاق المميز. هنا يحضر شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني، من يقدم لنا السدري حمد بن طالب بن عمارة، من يتقدم بهذا الشعار الكبير بهذا الشعار المميز. هنا يحضر شعار سعادته بهذا الانطلاق وهذا التحدي المثير. المركز الثاني محلل مع ثاني الاسماء، محلل على ثاني التحديات هجن الشحانية سالم بن فاران المري، من يتقدم مع ثاني المراكز. المركز الثالث وصل في هذه اللحظات معاند مع المركز الثالث بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني محمد بن مبارك بن سعيد المري، من يقدم لنا في هذه اللحظات معاند على ثالث المراكز. المركز الرابع يصل هنا شعار هجر أم الزبار، وصل في هذه اللحظات مع إسناد مع المركز الرابع، يتقدم بشعار هجر أم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشواني المرعب، يحضر هنا مع في هذه اللحظات مع إسناد على رابع التحديات. المركز الخامس متابعينا الاعزاء وصل برزان مع خامس المراكز هجن ام الزبار فاران بن محمد بن قريع المري، من يتقدم مع برزان على خامس التحديات. ولكن متابعينا الاعزاء نعود مع هذا الانطلاق، نعود مع هذا الاندفاع، نعود مع هذا التحكم بهذا المسار. السدري مع المركز الاول، السدري لا زال متحكما بهذا الانطلاق وبهذا المسار المميز بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني حمد بن طالب بن عمارة، من يتقدم مع السدري على اول الاسماء واول التحديات. هنا من يحضر مع المركز الاول، المركز الثاني
المركز الثاني وصل محلل مع ثاني الأسماء هجن الشحانية سالم بن فاران المري يتقدم هنا الذهبي في التضمير. من يحضر مع محلل؟ من يحضر مع الشعار الأدعم شعار هجن الشحانية يتقدم مع محلل على ثاني التحديات؟ المركز الثالث هنا وصل إسناد أو وصل في هذه اللحظات يتقدم معاند بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني محمد بن مبارك بن سعيد المري يتقدم مع معاند على ثالث المراكز. إسناد مع المركز الرابع، إسناد مع رابع الأسماء هجني أم الزبار ناصر بن حمد بن مسفر الشواني المرعب واصل في هذه اللحظات مع إسناد. وأيضا يتدخل برزان يطل برزان هنا بشعار هجني أم الزبار فاران بن محمد بن قريع المري يتقدم مع برزان على خامس التحديات. وأيضا تصل الأسماء وتصل الشعارات هنا في هذا التحدي وهذه الإثارة. أشهب مع المركز الخامس يحضر بشعار هجن الشحانية، ولكن أعود مع المركز يتقدم مع البداية هنا السدري مع المركز الأول بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني بن عمارة حمد بن طالب بن عمارة يتقدم مع السدري، يتقدم مع هذا الشعار المميز الأخير الكيل الخطير الكيل المثير. هنا يتقدم السدري وصل معاند أيضا بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني ومحلل مع المركز الثالث هجن الشحانية بن فاران. من يتقدم مع محلل؟ وأيضا أشهب مع المركز الرابع وصل في هذه اللحظات. من يتقدم هنا بشعار هجن أم الزبار؟ يتقدم هنا في هذه اللحظات ناصي، ولكن نعود مع شعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني أول وثاني معاند ولكن ناصي ومعاند اللحظات الأخيرة الأمتار الأخيرة يا الله 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 ناصي هجر أم الزبار مبارك بن محمد بن علي بن صرير من قدم لنا ناصي. سلام يا ناصي سلام، تهانينا والناموس لهجر أم الزبار على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني معاند بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. المركز الثالث السدري بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني. المركز الرابع سيلين هجن الشحانية. المركز الخامس محلل هجن الشحانية. إذن متابعينا مشاهدينا الكرام تهانينا والناموس لهجن أم الزبار على انتزاع ناصي لهذا الشوط، ومبارك بن محمد بن علي بن صرير من قاد ناصي ومن انتزع هذا الشوط بكل جدارة وبكل استحقاق وتميز. هنا من حضر بهذا الانتاج الفريد وهذا الانتاج المميز، التوقيت الزمني 9:31 19 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن أم الزبار على انتزاع ناصي، ومبارك بن محمد بن صرير من قاد ناصي إلى الناموس والانتصار. المركز الثاني وصل معاند بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد آل ثاني محمد بن مبارك بن سعيد المري من قدم معاند بتوقيت 9:31 45 جزء من الثانية. تهانينا
والناموس المركز الثالث، المركز الثالث السدري بشعار سعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني والمضمر حمد بن طالب بن عمارة بتوقيت 9:34.61 جزء من الثانية. تهانينا.